يبدو أن ارتدادات التوتر السائد في منطقة البقاع الشمالي انتقلت شمالا وتحديدا إلى مدينة طرابلس المتوترة أساسا، وذلك بعد حادثة إطلاق النار على سيارة إسعاف تابعة للجمعية الطبية الإسلامية وتعرضها لوابل من الرصاص وخطف بعض من فيها. وفي هذا الإطار نفذت الجمعية اعتصاما مفتوحا أمام ساحة النور استنكارا للحادث في تل الأبيض، وأقام المعتصمون خيمة دائمة إلى حين الإفراج عن مسعف الجمعية المخطوف. حتى الآن لم يتم نشر الألوية الموعودة من الجيش اللبناني على الحدود اللبنانية، ولو تم هالموضوع إذا ما كان صار اللي صار وما كان صار الخطف والآتي أعظم. هؤلاء المسعفين الذين تطوعوا لخدمة الناس ولخدمة المصابين لا يميزون بين طائفة وأخرى أو بين مذهب وآخر أو بين منطقة وأخرى، إنما رفعوا شعارهم أن المساندة والمساعدة هي للإنسان. كان طبيعي نعمل خيمة لأنه نحن مرجعيتنا الدولة، هذا عمل إنساني بحت وعمل إسعافي، مع أن غير الدولة هي تجيب المسعف المخطوف. فطرابلس عمليا بعد ما تعافت من الأحداث الأليمة اللي بين الجبل والتباني، ونحن كمسعفين بعدنا عم نشتغل 24/24 ومهدينا من وقت الأحداث الجبل والتباني، وجانا الخبر امبارح الخبر المؤسف. يعني مع الأسف ما في حرمة للإسعاف، ما في حرمة للعمل الإنساني، ما في حرمة للجريح. وبعد الظهر وصل الجريحان السوريان إلى مستشفى الشفاء في طرابلس حيث استكملا علاجهما على الفور. ميدانيا جالت كاميرا تلفزيون المستقبل في شوارع طرابلس حيث الحركة خجولة وحذرة في الأسواق التجارية. وكان ساد التوتر صباحا في منطقة باب التباني بعد وفاة الشاب محمد المصري متأثرا بالجراحة التي أصيب بها في الحوادث الأخيرة. باسم أهالي الضحية، أهالي الشهيد، هن طلبوا اللي هن أهل الفاجعة وأهل المصيبة، هن بيحتسبوا مصابا عند الله ويضعوه عند الله عز وجل. لذلك بيطلبوا من كل الناس عدم اطلاق الرصاص، عدم التصرف بتصرف غير مسؤول، بيطلبوا من الناس الانضباط والترحم على الشهيد. الوضع الامني في المدينه قد يتطور بالرغم من فرض الجيش للتهدئه، انما يقوله الناس هنا في طرابلس كلام كبير، فالخوف من تحويل هذه المدينه الى مسرح دائم للاستخدام السياسي والامني لا يزال طاغيا. بين باب التباني وجبل محسن وساحه النور يدفع ابناء طرابلس ثمن التوترات السياسية والأمنية مرارا وتكرارا بانتظار جولة عنف جديدة قد تتجدد في أي وقت. من طرابلس سلمان العنداري، تلفزيون المستقبل.